اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من برنامج صدى الاقلام، حيث نرصد فيها ابرز ما كتبت الصحف العربيه والدوليه، ونبدا من اهم العناوين. جاء في موقع الهيئة وزير الخارجيه الامريكي يطالب الحكومه الحاليه بالوقوف مع بلاده ضد ايران. وجاء في البصائر ان ايران تتهم 400 دونما على حدود ديالى صلاح الدين. ونقرأ في المدى سلسلة حرائق غامضة تلتهم 3000 دونم زراعي في 5 محافظات. ونقرأ في العرب الجديد: ترامب: إذا أرادت إيران الحرب فستكون نهايتها. وجاء في الزمان: الغضبان يبحث في السعودية تحقيق الاستقرار بسوق النفط. ونطالع في الشرق الأوسط: سقوط قذيفة كاتيوشا قرب السفارة الأمريكية في بغداد. ونطالع أخيرا وليس آخرا في العرب اللندنية: أحزاب إيران في العراق تعرقل فتح قنصلية سعودية بالنجف. أهلا بكم. قالت لجنة النفط والطاقة البرلمانية إن معدلات تجهيز التيار الكهربائي في فصل الصيف الحالي ستنخفض إلى أقل من 12 ساعة يوميا، محذرة من انهيار المنظومة الوطنية بسبب مشاكل في خطوط النقل والتوزيع. تأتي تحذيرات اللجنة قبل ساعات من تحديد موعد لاستضافة وزير الكهرباء لؤي الخطيب وطاقمه المساعد في البرلمان اليوم الاثنين. بالمقابل يكشف لبحث الموضوع يكشف تقرير برلماني حصلت المدى على نسخة منه أن وزارة الكهرباء تدفع إلى المحطات الاستثمارية والخطوط الناقلة للطاقة ومن ضمنها الخط الإيراني نحو 250 مليون دولار شهريا، متهما الوزارة بالتواطؤ مع هذه الشركات على حساب المحطات الحكومية. ويحذر تقرير لجنة النفط والطاقة البرلمانية من إمكانية تدهور تجهيز منظومة الطاقة الكهربائية خلال موسم الصيف إلى 12 ساعة تجهيز يوميا في عموم المحافظات العراقية، عزيا سبب ذلك إلى تواطؤ الوزارة مع شركات الاستثمار في إنتاج الطاقة الكهربائية. ويؤكد التقرير أن أعضاء في لجنة النفط والطاقة البرلمانية أشرفوا على مراقبة أداء وزارة الكهرباء خلال الشهرين الماضيين، وأخذوا عينات من لوحة السيطرة الوطنية لمعرفة مقدار الإنتاج الفعلي والمستورد والاستثماري، وتبين لهم أن هناك هدرا في إنتاج الطاقة. ويلفت التقرير إلى أن وزارة الكهرباء تعاقدت مع 6 جهات استثمارية محطات خطوط ناقلة لتزويدها بالطاقة الكهربائية، وأثبت التقرير وجود تلكؤ في عمل هذه الشركات والخطوط داعيا إلى إعادة صياغتها التعاقدات فيما يحقق مصلحة للعراق. ويشدد التقرير على أن هذه الملاحظة تؤكد مدى الإهمال والتقصير وهدر المال العام وصرف ملايين الدولارات للمستثمرين والقطاع الخاص لأهداف شخصية ونفعية، وكذلك لتدمير محطاتنا الحكومية التي كلفت الدولة ملايين الدولارات. يعلق عضو لجنة النفط والطاقة البرلمانية أحمد العقابي عن التقرير قائلا إن كل الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في هذا التقرير ستتم استضافتهم داخل اللجنة للتأكد من صحة هذه المعلومات التي تناولها التقرير، حيث وأوضح أن هناك شركات استثمارية تحصل على الغاز بشكل مجاني من الحكومة العراقية، في حين أن فترة التعاقد بين الوزارة ووزارة الكهرباء وهذه الشركات تصل إلى 25 سنة، لافتا إلى أن الكل يفكر بالاستيراد من أجل الحصول على الكومنشن. بالأمس عملية إطلاق الصاروخ داخل المنطقة الخضراء وفي محيط السفارة الأمريكية لم تكن مفاجئة، ولم تكن مفاجأة أيضا من أكثر من زاوية، إن لم نقل متوقعة وفقا للمعطيات السياسية الساخنة، من جهة أو من زاوية أخرى، حيث يبدو جليا أن تسديد الصاروخ جرى بدقة عالية أن لا يصيب مبنى السفارة بإصابة مباشرة،
وإلا في افتراض سقوطه بالخطأ بعيدا قليلا عن السفارة الأمريكية لكان بالإمكان إطلاق صاروخ آخر لتصحيح الرمي والهدف، ولا نرى أي دواع تستدعي الحديث عن الهدف أو الغاية من وراء ذلك أو حتى الجهة المنفذة والأخرى المخططة لذلك. يقول الكاتب رائد عمر في موقع كتابات: استغربنا كثيرا من الزاوية الإعلامية عدم تصوير لحظة سقوط الصاروخ، حيث إن الكثيرين من منتسبي الخضراء أو ارتباطاتهم بهذا الفصيل المسلح أو ذاك كان بمقدورهم التصوير بالجهاز النقال أو حتى الجوال. إطلاق صواريخ الكاتيوشا عموما أو مثيلاتها من أنواع أخرى تحتمل نسبة كبيرة من الخطأ في التسديد، وتعتمد بالدرجة الأولى على الرصد وحساب المسافة التي يقع فيها الهدف المطلوب ومهارة وخبرة الأفراد المدربين الذين يقومون بعملية الإطلاق. لكنه ومع كل ذلك، فماذا لو سقط هذا الصاروخ بالخطأ على سفارة أجنبية أو عربية أخرى، حيث توجد 28 سفارة داخل المنطقة الخضراء أو حتى على مبنى رئاسة الوزراء، وهذه العملية الكاتيوشية ومهما جرت دراستها وأبعادها سياسيا لكنها في حسابات ردود الأفعال ضمن الأجواء الساخنة أو الملتهبة في المنطقة فقد تؤدي إلى إشعال النار في أمكنة أخرى. ومن ذا الذي بمقدوره إطفاء النيران في أجواء ساخنة وملأى بالبارود والوقود؟ ولا بد من القول ماذا يستفيد العراق كدولة جراء وإزاء مثل هذه الأعمال، بالرغم من أن معظم قادة وأعضاء أحزاب الإسلام السياسي قد أثلج قلوبهم إطلاق هذا الصاروخ من نواحٍ سيكولوجية على الأقل. يضيف الكاتب: هذه العملية تتسجل كنقطة ضعف لأجهزة الأمن العراقية في عدم كشفها واكتشافها لحركة ومسير المركبة التي حملت الكاتيوشا وحمايتها أيضا، ثم عملية نصب وتجهيز الإطلاق ومستلزماتها التقنية بكل هدوء واطمئنان في عدم كشفها. يقول الكاتب إبراهيم الزبيدي في مقالة له بصحيفة العرب اللندنية أن النظام الإيراني الذي ارتكب جميع الموبقات بحق جيرانه والمصر على مواصلة نهجه العدواني حتى وهو محاصر لم يترك في قلب أحد من مواطني دول جواره خاصة ومواطني دول غير جواره عامة رحمة ورافة. ونسأل: ألم يكن هو الذي أمر بغزو العراق وتخريبه وإفلاسه وتهجير أهله بعد رحيل المحتلين الأمريكان الذين كانوا حلفاءه وحلفاء وكلائه العراقيين؟ وألم يكن هو الذي نصر القاتل الفاسد الغر الذليل بشار الأسد على شعبه، فمزقت كتائب حرسه الثوري وعصاباته سوريا وجعلتها شعوبا وقبائل متقاتلة وصيرتها خرابة ينعق فيها البوم؟ ألم يعطل حياة اللبنانيين ويسلط عليهم حسن نصر الله بجنونه وهمجيته ودمويته وظلمه وعمالته التي فاقت جميع الحدود؟ ألم يحرق اليمن؟ ألم وألم وألم ولا تنتهي السلسلة. فهل هناك تخلف وقلة عقل وعنصرية أكثر مما فعل وما يفعل الولي الفقيه؟ الكاتب يقول: العقوبات والحشود والتهديدات والضغوط موجهة ضد نظام المرشد الأعلى الإيراني، فمن تحصيل الحاصل أن تكون المواقف الحكومية والشعبية العربية في أغلبها إما نأيا بالنفس وعدم مبالاة، وإما فرحا دفينا غير معلن أو تأييدا وتعظيدا وأحيانا مشاركة عسكرية ومالية علنا وعلى الملأ وبلا خوف ولا حياة. والسبب هو أن هذا النظام الذي ارتكب جميع الموبقات بحق جيرانه، وحين يسأل سائل لماذا يفرح العرب اليوم بما يجري لهم من قبل دولة الخميني من عواصف وزلازل وعاصير، وسيكون الرد ببساطة: إذا عرف السبب بطل العجب. ليس الصراع حرباً مع إيران كالذي كان في حرب العراق، هذا سيكون الأسوأ والأخطر والأشنع، ولا يصدر هذا الكلام من فراغ بل انطلاقاً من المظاهر المفضوحة والتصريحات الغبية لكل من الطرفين.
ومع زيادة التوتر بقرع طبول الحرب وصمت أجراس السلام، ذلك أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان جدا من المواجهة بشكل مثير للقلق. فالجدال لم يعد عقيما أو تسويقا أو دعائيا بشأن إدارة أمريكية يقودها رئيس جمهوري متعجرف وسيء الكلام وكأنه متعطش لتحقيق أغراضه في تركيزه على نيل مقاصده من الشرق الأوسط لصالح إسرائيل، مع قسام عربي معروف يتمثل بين مصفقين لأمريكا وآخرين يسكنهم الهلع والخوف من مصير مجهول للمنطقة عموما، وفق مقال الكاتب سيار جميل في صحيفة العربي الجديد. وعلى الرغم من التشابه الموضوعي في التعامل وتسلسل الإجراءات السياسية والاقتصادية، فإن الصراع مع إيران لن يكون مثالاً نموذجياً معاداً لحرب 2003 ضد العراق. فالحرب اليوم ستكون مختلفة تماماً في الطرق والأساليب والخطط والأسلحة والتدابير، وهو بالتأكيد أسوأ بكثير مما حدث للعراق وتداعياته على المنطقة. إن وقعت الحرب اليوم فستكون أكثر بشاعة وتجذياً، ذلك أن النار لن تطال إيران فقط كما حدث للعراق، بل ستحرق كل جيوبها. ومع الاعتبار للفرق الزمني بين الحربين يزيد عن 15 عاماً، أي بين 2003 و2019، وسيشهد الشرق الأوسط تمزقات واسعة ودماراً كبيراً، وخصوصاً إذا استخدمت أسلحة نووية. سواء دامت الحرب ساعات أو أياماً فهي مختلفة جداً عما كان يحدث في الماضي. يقول الكاتب: عناد إيران وتصلبها قد يعرضانها لأخطار جسيمة ثمناً لزوال النظام السياسي فيها الذي تغلغل في كل مفاصل المجال الحيوي للشرق الأوسط، حيث كانت إيران مصدراً أساسياً للأزمات والمشكلات المعقدة في أكثر من مكان عربي فيه، ولم يكن ذلك ليشكل سببا جوهريا في حسابات الأمريكيين، بل كان ارتخاء قوتهم إزاء تغلغل النفوذ الإيراني في العراق وسوريا ولبنان واليمن سببا في ذلك. جاء في الشرق الأوسط سعى النظام الإيراني لتصدير الثورة الخمينية أو الإسلامية كما يسميها بنكهة صفوية إلى دول الجوار السني وزعزعة السلم المجتمعي فيها، طبعا عبر تهييج النعرات، ولكنه الآن يجر الطائفية في المنطقة والكارثة أيضا إلى شعبه هو أيضا، بحسب مقال الكاتب جبريل العبيدي في صحيفة الشرق الأوسط. فقد دأب النظام الإيراني على جر المنطقة إلى النزاعات والحروب منذ حرب الخليج الأولى، مما يتسبب في متاعب ومشاكل لجيران إيران، بدءا من عرقلة الملاحة في الخليج العربي والتهديد بإغلاق مضيق هرمز، إلى عرقلة الملاحة التجارية من خلال أعمال إرهابية كإعطاب 4 سفن تجارية في الخليج العربي من خلال الإعاز لعناصرها في المنطقة بالعمل التخريبي الذي يهدد الملاحة البحرية. كثرة الخلافات الأمريكية الإيرانية رغم ارتباطهما بعلاقات قديمة تعود إلى أواخر القرن 18، فقد كانا على خلاف دائم بسبب سياسات حكام طهران وأطماعهم، بالإضافة إلى العقلة الفارسية المعروفة ومحاولة إعادة أمجاد كسرى، حتى بعد سيطرة نظام الملالي نظام ولاية الفقيه والذي زعم أنه نظام إسلامي، لأنه حرص على إظهار النعرة الفارسية وإذكائها حتى لدى أتباعه من الأمم الأخرى، فحصر الزعامة الدينية في الذين هم من أصول فارسية خالصة، وتعامل مع أتباعه من الأمم والقوميات الأخرى كخدم وأتباع له، وطبعا العرب ليسوا استثناء من الغطرسة والاستعلاء الفارسي. يقول الكاتب: والآن في عهد الرئيس ترامب ونهجه الخاص والمختلف عن سابقيه من الرؤساء الأمريكيين، خاصة أن الإدارات السابقة وبالذات إدارة أوباما كانت متهمة بالتساهل والتعاون مع إيران، فهي التي تركت ساحة العراق للميليشيات الإيرانية تعبث فيها كيفما تشاء، وهي من كتب بنود الاتفاق النووي الذي يراه الرئيس ترامب بأنه مخزن وغير كافٍ.
فيما تغرق أحزاب يمين ويسار الوسط الأوروبية في أزمات كبيرة قد تفضي ببعضها إلى التراجع إلى المكان الثالث أو الرابع في ترتيب الجماهيرية أو حتى الانفراط. اجتمع زعماء أحزاب اليمين المتطرف الأوروبي في مدينة ميلانو الإيطالية يوم السبت الماضي بقيادة رئيس وزراء إيطاليا الحالي ماتيو سالفيني وبحضور زعماء أحزاب من 9 دول أخرى بينهم مارين لوبان زعيمة حزب الجبهة الوطنية الفرنسية العنصري وغيرة فيلدرز الهولندي ونظائرهم في بلغاريا وهنغاريا وأيستونيا والفاشية طبعا الأوروبية حيث تريد التشكيك وأن تغير التاريخ، هكذا جاء في افتتاحية القدس العربية. مؤتمر الأحزاب أعلن عن تجمع أوروبا الأمم والحرية الذي يهدف كما يقول سالفيني لحماية الحضارة الأوروبية، مستشهداً بكاتب كاثوليكي بريطاني قديم كان يعتبر فاشية الزعيم الإيطالي موسوليني رد فعل صحي على الفساد السياسي في أوروبا. جبهة اليمين المتطرف الأوروبي الجديدة هذه والتي تستدعي بقوة أشباح الماضي المرعب تبدو أكثر ذكاء وقدرة على التأقلم مع الأنظمة الديمقراطية حتى الآن، وكما تحالفت نازية هتلر الألمانية في فترتها الأولى مع الكرملين أيام الزعيم الشيوعي جوزيف ستالين ثم انقلبت عليه، فقد وجدت هذه الأحزاب حليفين موضوعيين كبيرين. الأول هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يلعب مستشاره الاستراتيجي الأول ستيف بانون دورا خطيرا في التنظير لهذا الاتجاه، والثاني هو الزعيم الروسي فلاديمير بوتين الذي يجد في هذه الأحزاب وسيلة مثالية لتفتيت الاتحاد الأوروبي الذي يقف ككتلة سياسية واقتصادية وعسكرية كبيرة في مواجهة روسيا وذراعا له في مواجهة الأنظمة الليبرالية التي حكمت أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. بعد أن احتل المسلمون موقع الضحايا المفضلين على أجندة أحزاب العنصرية المتطرفة مقارنة باليهود الذين كانوا هدف الفاشية والنازية في القرن الماضي، صار معتادا جدا إقرار بعض هذه الأحزاب لقوانين عنصرية متشددة ضد المسلمين، غير أنه مما يثير التعجب أن بعض أحزاب يمين الوسط واليسار تحديدا بدأت بإقرار قوانين شبيهة وذلك سعيا لأصوات ناخبي تلك الأحزاب العنصرية المتطرفة، مما يؤدي عمليا إلى سباق في المزاولة على التطرف ضد المهاجرين. بعيدا كل البعد عن السياسة، تقبع جزيرة برمودا على قاع بركان قديم حيث كشف العلماء مؤخرا عن محتوى هجين فريد للصخور البركانية هناك، وذلك بعد إجراء فحص جيوكيميائي لصخرة من أعماق الجزيرة يبلغ طولها 2600 قدم، حيث استخرجت عام 1972 من منطقة قريبة من المطار هناك وتم الاحتفاظ بها في مخزن في جامعة دالهوزي في نوفا سكوتيا. وتقدم دراسة حديثة من جامعة كورنيل نشرت نتائجها في مجلة ناتشر تقدم حلا للغز ولبركان برمودا وتوصيفا جديدا حديثا لتكوين البراكين ونتائج جديدة لم تكتشف من قبل. ورجحت بعض النظريات أن بركان برمودا قد تشكل بآلية مماثلة لتلك التي تشكلت فيها جزر هاواي نتيجة عمود صهاري منبعث من الوشاح. وتأتي الدراسة الجديدة لتدحض كافة الفرضيات السابقة ولتبرهن أيضا في نفس الوقت على أن أصل بركان برمودا يعود إلى نشاط الصفائح التكتونية التي انزلقت إلى طبقة الوشاح واستقرت هناك لتشكل ما تسمى المنطقة الانتقالية على عمق يتراوح بين 250 و400 ميل تحت الأرض. متابعة ممتعة مع الكاريكاتير.
إلى اللقاء.